على القدس رايحين شهداء بالملايين، افتحوا لنا الباب للجهاد واحنا نحرر القدس. العبارات دي كنا بنسمعها لسنوات طويلة جدا قبل أن يصل الإخوان المسلمون إلى الحكم، وما أن وصلوا إلى الحكم خلال السنة اللي فاتت ولا رحنا القدس ولا حررناها ولا استشهد أي حد في عملية تحرير لفلسطين. يعني ليه؟ لماذا لم يحدث كل ذلك؟ وما هو شكل العلاقة بين مصر وإسرائيل خلال السنة اللي حكم فيها الإخوان المسلمين واللي كان متصور أنها هتكون ليها شكل مختلف تماما عما كانت عليه؟ هو ده محور حوارنا التالي مع الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ورئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط. زي حضرتك يا دكتور، مساء الخير. وأبتدي معاك أولا زي ما قلت أنه كان في توقعات وظهر عكسها تماما أثناء فترة حكم الإخوان. يعني كان دايما الصورة الذهنية المرتبطة أنه الإخوان بتدعم حماس ضد إسرائيل، الإخوان يعني أو التيارات الإسلامية عايزة تحرر القدس، أنه الجميع في حالة استنفار واستعداد دائم للاستشهاد وتقديم الأرواح لتحرير القدس، ولم يحدث كل ذلك. دي كانت حسابات سياسة ولا دعاية يعني مش حقيقية؟ يعني هي في جزء منها مرتبط بالحسابات والتقديرات للجانب الإسرائيلي. الموقف اللي هو كان معلن وقعدنا سنوات طويلة على، يعني كان مرتبط بأدبياتهم وفهمهم ومصطلحاتهم حتى وخطابهم الإعلامي والسياسي، كان مرتبط بجزء من ده، إن هو الجزء إن إحنا سنحرر القدس، سوف ننهي الدولة العبرية، لن يكون هناك لإسرائيل. هذا الخطاب الإنشائي المطلق العام طبعا لسنوات طويلة. إنما بدأ وصول المد الإسلامي في المنطقة بوصول الإخوان المسلمين إلى حكم مصر. طبعا ما تقيسيش حضرتك وصول حماس إلى السلطة، أن أنت في الآخر بتتكلمي على إمارة إسلامية صغيرة لا تعولي عليها في التوقيت ده دلالته. لكن حركة جماعة الإخوان المسلمين كان من المفترض في لحظة وصولها أن يكون هناك منطلقات ومرتكزات جديدة للعلاقة مع الكيان الصهيوني كما يسمونه. صحيح، كل الناس توقعت وإنه هتكون مراجعة، هناك مراجعة حقيقية لما تم. أنا عايز أنقل لحضرتك الصورة من الجانب الإسرائيلي الأول قبل ما أقول الواقع على الجانب الآخر. تمام. الجانب الإسرائيلي كان قبل وصول الإخوان المسلمين في حكم مصر كان يتوقع أنه لن يحدث تغييرا. يعني حينما تتابعي الكتابات والمقالات والدراسات والتحليلات التي حفلت بها مراكز الدراسات الإسرائيلية في جافي سنتر، في هرزيليا، في مركز سادات بيجن، هذه مراكز هو المطبخ السياسي الإسرائيلي، تفهميه من هذه المراكز إنه لن يحدث تغيير، لأنهم وصفوا جماعة الإخوان المسلمين بأنها جماعة نفعية برجماتية واقعية حتتبع مبدأ المصلحة، فبالتالي لن يحصل تغيير. على عكس يعني لم يكن لديها أي مخاوف من وصول الإخوان. بالعكس، في مؤتمر هرزيليا في نفس العام الذي حصل فيه التطورات في الانتخابات في مصر ووصول الإخوان المسلمين، كان يتوقع أنه لن يحدث تغييرا هيكليا في السياسة الخارجية المصرية بصورة أو بأخرى، وأنه لا مشكلة في وصول الإخوان المسلمين. الأدبيات والمفاهيم اللي كانت خاصة بده أنه تخوف اللي حضرتك تعلميه جيدا، أن احنا كنا قاعدين بنتكلم الإخوان المسلمين هيوقفوا كامب ديفيد، هيوقفوا الاتفاقات المركزية زي الكويز، اتفاقات التعاون الأمني الاستخباراتي وما إلى ذلك، قالوا لا تعولوا كثيرا على الإخوان المسلمين. بالمناسبة كانت هناك أربعة أوراق ناقشت في مؤتمر هرزيليا السنوي، وده مؤتمر بيعقد في إسرائيل كل عام في فبراير، بيناقش مستقبل إسرائيل في عام وبيحدد الأولويات والاستراتيجيات للتعامل مع مهددات الأمن القومي الإسرائيلي في مناطق النفوذ. فقالوا أنه لن يحدث تغيير في مصر بصورة كبيرة، وإن الإخوان في جزء من خطابهم يمثلون ظواهر صوتية، يعني لا تعولي على التصريحات التي تطلق بصورة أو بأخرى، وإنهم في نهاية المطاف لن يقتربوا من المعاهدة الرئيسية، المعاهدة الأم اللي هي معاهدة السلام، ولن يقتربوا من المعاهدات الأخرى. وصل الإخوان إلى حكم مصر، بدأ اختبار الإخوان على الأرض من قبل إسرائيل. الاختبار ده تم مش في قطاع غزة في الأول، في كيف سيتعاملون مع إسرائيل. هل هناك لقاءات أم لن تكون هناك لقاءات؟ هل الرئيس على المستوى الرسمي هيقابلوا مع شخصيات حكومية رسمية إسرائيلية ولا لا؟ بالضبط. كان هناك طبعا التزام ما بين الدولة المصرية وما بين إسرائيل في معاهدة رسمية، فهل ستتم لقاءات أو ما إلى ذلك. هم رصدوا أمرين مهمين، إن الرئيس المعزول لم يطلق كلمة إسرائيل على لسانه، كان بيتكلم على كل شيء لكنه لا يقترب من هذا. بعد قليل من
وصول الإخوان للسلطة قالوا لا تعولوا كثيرا على تصريحات هذا الرئيس، لأنه الرئيس ملتزم بأدبياتهم ومصطلحاتهم وفاهمهم، يقولوا كان الصهيوني ما يقولش إسرائيل، يقول الدولة العبرية ما يقولش إسرائيل وهكذا. يعني هذه أمور، المهم هم هل سيلتزموا بمعاهدة السلام أم لا. حدث بالفعل اختبار لنوايا الإخوان المسلمين، هل سيفتحوا في مجلس الشعب موضوع معاهدة السلام بعد شهر واثنين وثلاثة؟ لم يتحدث ولم يفتح أحد مستقبل المعاهدة، يعني كانت من المفاجآت أنه لم يفتح أحد في معاهدة السلام كيف يمكن أن نعدلها. نصحنا إحنا كأكاديميين أنه لابد أن يعاد النظر في البروتوكول الأمني في المنطقة الحدودية اللي سبب المشاكل كلها في المنطقة الحدودية في المنطقة جيم، وقلنا أنه لابد أن يكون هناك في بروتوكول أمني إذا لم نغير معاهدة السلام يبقى ندخل مع الإسرائيليين في مفاوضات ونغير هذا البروتوكول. لم يقترب أيضا الإخوان المسلمين ولا التيار الإسلامي، ودي كانت برضو من المفارقات الغريبة، ودخل على الخط مع الإخوان المسلمين التيارات السلفية الأخرى المختلفة اللي هي موجودة جوه المجلس وخارج المجلس، إنه هذه الأمور مرحلة ومؤجلة. كان من الغريب أن 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 يتم تأجيل النظر في هذه الأمور بصورة غريبة، اللي هي المعاهدة الرئيسية. ما يرتبط بالمعاهدة، كانت هناك كما تعلمي قضايا وملفات أخرى زي اتفاقية الكويز. اتفاقية الكويز كانت في بدايات حكم الإخوان كانت هناك أفكار أمريكية لتوسعها في مناطق في الصعيد وتشمل نسبة المكون الإسرائيلي نسبة أعلى وما إلى ذلك. لم يقترب الإخوان المسلمين أيضا من هذه الاتفاقية، فأثيرت علامات استفهام في إسرائيل. لماذا أثيرت علامات استفهام في إسرائيل؟ في إسرائيل في البداية، من هقول لحضرتك قبل ما أنقل على مصر، في إسرائيل أنه كانوا التوقع أنه كل هذه الملفات ستفتح ولكنها لم تفتح، فقالوا ربما يكون تكون أعباء المرحلة السياسية تجعل الإخوان بهذا، لكن اقترحوا بقى في هذا التصور جر شكل المصريين، سموها كده في صنع القرار، دوائر صنع القرار في إسرائيل، ان احنا نجر شكل مصر فنشوفه. جر شكل مصر في هذا الاطار ارتبط بحاجتين. الحاجه الاولانيه هو ارسال وفود الى مصر فرفضت، لقاءات دوريه الامريكان حاولوا يرتبوا لقاءات. كانت هناك لقاءات جرت في واشنطن بالمناسبه، وشارك فيها بعض الإخوان المسلمين، لقاءات في الولايات المتحدة الأمريكية، وشارك فيها إما إخوان مسلمين من التنظيم الدولي وإما شخصيات قريبة من الإخوان لكنهم شاركوا. وكان فيها أطراف إسرائيليين. وكان فيها أطراف إسرائيليين، سواء في حوارات أمريكية يهودية تتبع بعض مراكز الأبحاث وبعض اللجان المشتركة. وحصل بعد ذلك إنه الحكومة الإسرائيلية انتقلت من هذه المرحلة إلى مرحلة أخرى، وهي انه الطرف الثالث في العلاقه وهو قطاع غزه، قطاع غزه بصوره او باخرى حاضره في ملف العلاقات المصريه الاسرائيليه كما تعلمي، فلا بد انه هيفتح بصوره او باخرى. تمام. البعض بيختزل الموقف في العلاقات المصريه الاسرائيليه في هذه المرحله بدور الرئيس السابق وجماعه الاخوان المسلمين في مرحله ما سمي مرحله عمود السحاب والمرحله الثالثه، والالتزامات التي ابرمها الرئيس الدكتور محمد مرسي معهم مع الاسرائيليين ومع حركه حماس. خليني اوضح النقطه دي عشان دي فيها يعني قنابل موقوته ربما تصار في المرحله المقبله. تمام. إنه هذه العملية كما تعلمي عملية عمود السحاب ارتبطت بقصر ما سمي الهدنة والتهدئة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. كانت في مشكلة حقيقية، وهو إنه مصر كطرف قبل هذه الأحداث كانت هناك مشاكل على ما سمي المنطقة الحدودية بيننا وبين إسرائيل. طلبت إسرائيل إقامة منظومة رادار وأجهزة استشعار وتقرب ورصد للمخاطر. المنظومة دي منظومة أمريكية إسرائيلية. في مراحل معينة اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية على نظام مبارك أنها توضع على مناطق الحدود. مصر رفضت لاعتبارات كثيرة، وأظن أن المؤسسة العسكرية كان لها موقف أيضا في هذا التقدير، أنه لا يمكن نصب هذه المنظومة بهذا الإطار في هذا التوقيت، خصوصا وان منطقه الجدار اللي هم سموه الاسرائيليين الجدار العازل بيننا وبينهم، هم عملوا جدار عازل وحطوا فيه اليات معينه للتعامل كان يكفي الى هذا. نعم.
قبلت مصر الإخوان المسلمين إقامة هذه المنظومة. يعني المنظومة دي رفضت في عهد مبارك في عهد لكن مبارك. قبلت في عهد مرسي. قبلت في عهد إن يتم وضع كل الإدارات دي. حصل عليها تعقيم جامد لكن لم يعلن. ولم يعلن. لكن نعم. إسرائيل ما فيش فيها أسرار يا أستاذة منى زي ما أنت عارفة. إسرائيل ما فيهاش أسرار ولا في أمريكا في أسرار. في أسرار كان عندنا في مصر. وبالتالي هم عملوا هذه المنظومة فاختبروا هذا الانتقال النوعية بقى من جس النبض لمصر والرئيس الإخواني والإخوان المسلمين فاطمة عنه في فاطمة. يعني دي كانت خطوة مطمئنة جدا. كانت البداية أنه الشعور بهذا. طيب الحاجة الثانية أنه ملاقوا مصر ما اتكلمتش في موضوع تعديل الاتفاق الأمني. الاتفاق الأمني ده السبب كل الكوارث اللي فيها مصر لأنه من سنوات طويلة طبعا تطورت معاهدة السلام بيننا وبينها معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل فكان لابد أن يعاد انتشار القوات على الحدود في المنطقة دي ويحصل فيها هذا. الكارثة أنه حتى أحداث سقوط الشهداء بتوع رفح جنود المصريين احنا حذرنا أن ده هيحصل بصورة أو بأخرى لأنه ده شيء معتاد ومتكرر في هذه المناطق الحدودية وبالتالي يجب أن تؤمن بصورة أو بأخرى. لكن القضية لم تكن في ذهن قيادات جماعة الإخوان المسلمين لا بروتوكول أمني ولا معاهدة سلام ولا بهذا التصور اللي أنا بكلم حضرتك فيه كأحد مهددات الأمن القومي لمصر. أنتقل لجزئية ما جرى في حرب غزة. في حرب غزة تساءلنا ما هو الذي التزمت به مصر الدولة وليست جماعة الإخوان المسلمين تجاه إسرائيل وتجاه حركة حماس. اللي التزمناه طبعا تعلمي ان الذي ادار هذه اللعبه انه الرئيس تدخل بصوره او باخرى رئيس المعزول محمد مرسي وتدخل باعتبارات شخصيه ومفهوم الجماعه والاماره فتم تسويه الموضوع. لكن كان اخطر نقطه فيها ان تلتزم مصر بعدم القاء صواريخ على اسرائيل وعدم الاقتراب من مناطق الحدود بصوره او باخرى. كان التساؤل ما هي قدره مصر على هذا؟ هل ده انت بتحمل الاجهزه الامنيه القيام بهذا؟ ماذا لو خالفت حركة حماس هذا الموضوع؟ تمام. الغريب ان حركة حماس التزمت وهقول لحضرتك التزمت ليه بعد قليل. التزامها عايز اقطع حضرتك عشان عايز الفكرة توصل كاملة. التزامها الرئيسي بمصر انه اعطى لمصر امكانية الدخول لقطاع غزة وملاحقة التنظيمات السلفية الجهادية اللي موجودة اللي ممكن تلقي صواريخ على اسرائيل. الخطورة في هذا التوقيت ان هذه التنظيمات يا استاذة منى مرت من قطاع غزة راحت سيناء لم يعد لها وجود في قطاع غزة وخرجت من غزة من بمقتضى ما سمي خطة الفصل احاد الجانب سنة 2005 بشارون خرج من القطاع. التنظيمات الناس بتسأل التنظيمات دي جت امتى وراحت في سيناء وعاشت ازاي ودي من عهد مبارك ولا قبل عهد مبارك؟ لا دي حصلت من 2005 وتنامى دور التنظيمات السلفية الجهادية في بمرحلة وصول الرئيس السابق محمد مرسي إلى حكم مصر وجدت هذه التنظيمات ظهيرا آمنا لها في سيناء فتتالت الشبكات العنقودية في غياب يعني الدولة. فاحنا هنا قدام الطرف الإسرائيلي كل يعني وصول جماعة الإخوان المسلمين حققت له مكاسب كتير لم يكن يحلم بها. يعني زرعت رادارات على الحدود. تمام. الكيانات الإرهابية خرجت من غزة وراحت سيناء وحاولنا حضرتك تغير في الأهمية. ربما لا تتبادر في ذهنك كثيرين. ليه ما حد سأل فيكم ليه تنظيم القاعدة والتنظيمات الفرعية لم يصل على أعتاب إسرائيل؟ ما دخلش إسرائيل ليه وقف في سيناء؟ لأن سيناء هي اللي فضلت حائط الصد اللي هي تقيم فيها التنظيمات الجهادية. لم تذهب هذه التنظيمات يا استاذة منى ولا التنظيمات الفرعية لتنظيمات للقاعدة ولا التنظيمات الفرعية التي تتبعها ولا التنظيمات السلفية الجهادية ولا جيش محمد ولا التوحيد ولا الأنصار كل هذه التنظيمات اللي حضرتك تسمعيها. لم توجه اهتمامها إلى إسرائيل وإنما وجهت مشاكلها إيه؟ إلى مصر. ليه بقى؟ لأن فترة السنة كانت كافية إن هذه التنظيمات تتمدد في قطاع سيناء وتقوم بتواجد استراتيجي على طيب بس القضية يعني إنه في تقارب كبير ما بين جماعة الإخوان المسلمين وبين حركة حماس. صحيح. وقضية حماس بالأساس مع إسرائيل يعني أو مع العدو الإسرائيلي. فإزاي قدرت أو كيف كان مقنعا بالنسبة لحركة حماس إنه مصر تلعب الدور مع الاثنين يعني تبقى حليف لحماس وفي نفس الوقت مش عدو لإسرائيل أو مش يعني حققت مكاسب كتير لإسرائيل يعني ده زي تقبل حتى من حركة حماس؟ شوفي حضرتك مع احترامي لقيادات حركة حماس وبعضهم أصدقاء بزعلوا من هذا الكلام حركة حماس هي حركة نفعية تمام مصلحية
لا علاقة لها بكل هذا، برغم أنه طبعا نحن نربط بينها كأنها تنظيم فرعي يتبع الإخوان المسلمين وما إلى ذلك. المفروض المفروض أنها تنظيم مقاومة كمان، مقاومة للكيان الإسرائيلي. حركة مقاومة هنا عليها نقاش. هي كحركة مقاومة توجه اهتمامها إلى مقاومة ما يسمي بالكيان الصهيوني، لكنها حركة قبلت العمل السياسي ودخلت بمقتضيات أوسلو العملية السياسية، ودخلت وانقلبت على سلطة أوسلو. فبالتالي هناك مشكلة إنه الحركة أمام العالم حركة مارقة، ويتعامل أنها تنظيم إرهابي أو بأخرى، وبالتالي موضوع على هذه الأمور. لكن حركة حماس كانت تنظر إلى مصلحتها في الأساس. ألا لا أخوض كثيرا في المخططات لإقامة الدولة الفلسطينية على جزء من سيناء كما تعلم، في جزء من هذا لا يجب أن نعترف به، والكلام ده يعني قلناه ونشرناه وكتبنا عنه، مخططات إسرائيلية روج لها الإسرائيليين وروجت لها الإدارة الأمريكية في مراحل معينة، اللي هي خطة جيرو آيلاند عوزي أراد لإقامة الدولة الفلسطينية في جزء من سيناء من خلال التواصل الجغرافي من قطاع غزة إلى العريش. وهذا أمر طبعا الإخوة الفلسطينيين بيزعلوا جدا، خصوصا بتوع حماس، يقولوا هذا غير صحيح. لا، ده حصل في حرب غزة الأولى والثانية حينما ظن الإخوة الفلسطينيين أن بلدهم هي العريش وسيناء، فرفعوا الأعلام في هذه المنطقة. كنا نحذر حركة حماس، ولا زلنا العدو على الجانب الآخر، ليس في مصر، العدو على الجانب الآخر. الأمر الآخر وهو أنه مصر ليست طرفا كما تعلمي في اتفاقيات المعابر، الاتحاد الاوروبي واسرائيل والسلطه الفلسطينيه، السلطه الفلسطينيه لم يعد لها وجود، فبالتالي مفيش دوله في العالم بتفتح حدودها كمعابر كمعبر بهذه الصوره. ليه مصر ما قالت الخمس معابر على الناحيه الثانيه تتفتح مع الجانب الاسرائيلي؟ الفلسطينيين من حماس صمموا على انها يبقى معبر رفح، مفيش دوله في هذا. اما اقترحنا فكره اقامه منطقه اقتصاديه حره ومنطقه تجاره حره وما الى ذلك، الافكار ان احنا نستفيد وما يستفيدوا، قالوا لا، بديلا عنها الانفاق التي اوصلتنا الى هذه الحاله. ومع ذلك بنكرر انه الخطوره هنا في الجانب الاخر في اسرائيل. اسرائيل كتبت عقب سقوط الرئيس المعزول محمد مرسي، قالت ان احنا طوال هذا العام عاشت العلاقات المصريه الاستراتيجيه والامنيه مع هذا الرئيس ازهى علاقتها، ازهى علاقتها. اذا كنتوا بتتكلموا على مبارك كنزكم الاستراتيجي في مراحل معينه، هذا هو رئيس الاخوان المسلمين الذي يحدث فيه. وبالتالي الخطوره هنا ايه بقى؟ احنا بنتكلم في جزئية غاية في الأهمية، وهي انه انك بتبني اجراءات بناء ثقة مع حركة حماس، والمفترض ان في اجراءات بناء ثقة تبنى مع الحركة على اعتبار انها فصيل مقاومة وما الى ذلك. صحيح، لكن في نفس الوقت انت كنز استراتيجي للجانب الاخر. ليه اسرائيل توقعت في يوم 30 يونيو انها ثورة؟ وليه الإسرائيليين قارنوا بين 25 يناير و 30 يونيو وقالوا في الثورة الأولى كانت مفاجأة ليهم، وحدث نوع من التحقيقات في الموساد وفي الاستخبارات العسكرية أمان على أنه اللي حصل في 25 يناير لم نكن نعلم به، وحصل حاجة اسمها المحدال أو التقصير في إسرائيل. في 30 يونيو قالوا أنها ثورة حقيقية، وجهزوا استعداداتهم العسكرية بصورة كبيرة. إسرائيل كدولة في بمقتضى معاهدة السلام التزمت مع مصر بحدث ما بعد 30 يونيو بكل الأمور. مصر طلبت دخول قوات إلى سيناء فوافقت الحكومة الإسرائيلية، دخول كتائب معينة وافقت. ده مش إسرائيل اللي هي بتعطي هذا بهذه الصورة، عشان البعض يقول إن إسرائيل وافقت عشان تحافظ على عملية السلام. لا، إسرائيل ما تبصش كده، إسرائيل بتبص لأمنها القومي بالأساس. في حالة لأنه عدم وجود مرسي في الصورة أو الجماعة في الصورة مربك بالنسبة لهم، وبالتالي لابد من تقديم، إذا ده استخدمناه، إذا تنازلات في الوقت الحالي. التنازلات تبقى تنازلات مؤلمة يا أستاذة منى. مؤلمة. لأنه التنازلات أمور هيكلية، لأن أنت بتدخلي سلاح، بتدخلي اعتاد استراتيجي على الارض، بتزودي قوات، بس ما عندوش بديل تاني في الوقت الحالي. طب دلوقتي يعني بعد 30 يونيو وبعد ما زال حكم الاخوان المسلمين، هل اسرائيل ما زالت في حاله التوجس والارتباك، ولا ابتدت ترتب اوراقها، وايه اولوياتها في المرحله المقبله؟ انا في تقديري من متابعه الشان الاسرائيلي الداخلي انه اسرائيل لا تزال في حاله ارتباك. في حالة ارتباك، لأنها لا تعرف ما هو البديل حتى هذه اللحظة. هل هو بديل تيار ليبرالي علماني في مصر؟ لأنه لسه المنصب، لسه الانتخابات ما حصلتش، ولا المعالم. لكنهم يقولوا في النهاية أن مصر دولة كبيرة، مصر دولة كبيرة وتستطيع من خلال جيشها أنه السيطرة على الأوضاع. ملخص ما يقولونه في مراكزهم ومواقع البحث الاستراتيجية، مش الإعلام بس، عشان ساعات بننقل حاجات في الإعلام فيها تحط أحرمات ومعاريف، بعض المصطلحات وبعض المفاهيم بتبقى صحيحة بالمناسبة. المراكز الاستراتيجية تقول أن مصر برغم ارتباكها لكنها دولة كبيرة ودولة محورية ودولة مركزية، وأن جيشها جيش محترف يستطيع أن يسيطر. هذا ما تقوله الكتابات في إسرائيل عن
التحول السياسي في مصر. لكن هم بيقولوا احنا حريصين على الابقاء على معاهدة السلام مع مصر، وانه اذا طلب المصريين تغيير بنود في المعاهدة فهيبقى في مفاوضات. تعلمي انه طبعا في لقاءات دورية بين الطرفين بين تل ابيب والقاهرة كل 6 شهور بتعقد في العريش وبتعقد في بير 7، فالمعاهدة بتقر واقع سياسي جديد. وبيقولوا ان هذه الدولة الكبيرة المحورية زي مصر من مصلحة الاسرائيل والولايات المتحدة الامريكية ان تستقر حالة الارتباك، لانهم رصدين سقوط الاخوان في نطاق الاقليم. يعني سقط الإخوان في مصر سوف يتتالى سقوط حكم الإخوان في مناطق أخرى سواء في أحزاب أو في أحكام. مع أنه كان دايما المخطط المشاع يعني أو الفكرة المشاعة أنه وصول الإخوان للحكم في أي دولة أو الحكم الإسلامي هو وبال على العالم الغربي وعلى إسرائيل، لكن يبدو أنه العكس تماما، ده كان ما يسعى إليه الغرب وما تسعى إليه. لكن هم في الأساس يتصوروا اللحظة التالية في مصر أنه مصر برغم كل حالة الارتباك تبقى مصر دولة قوية، ينظروا إلى مصر أنها الدولة الأم، يعني الدولة المركزية الرئيسية. وعديد من الكتابات في إسرائيل، الكتابات الاستراتيجية بتركز أنه برغم حالة الارتباك لكن يبقى الجيش المصري جيش قوي. هم بيقولوا أنه التيار الإسلامي عموما بقى مش الإخوان المسلمين، خليني برضو أشير النقطة دي مهمة قوي، أنه هم هيفضلوا يربكوا المشهد السياسي سواء أو بأخرى، سواء استمروا في العملية السياسية أو خرجوا أو التحقوا بيها بالعملية السياسية، هيربكوا المشهد بصورة أو بأخرى. لكن في كل الأحوال إسرائيل ستلتزم بمعاهدة السلام مع الحكومة المصرية إلى أن تتضح الرؤية. طيب ماذا عن حركة حماس؟ يعني حركة حماس يعني في أسوأ مراحل علاقتها بالدولة المصرية في الوقت الحالي نتيجة للتقارب الشديد اللي كان ما بينها وما بين الإخوان المسلمين أو التيار الإسلامي، وتفاصيل تانية كتير عن الأنفاق اللي كان بيتهرب فيها عن طريقها، حاجات أساسية يمكن ما يقال انه اسباب ازمات كتير عندنا في الكهرباء وفي الوقود كانت بسبب انه حماس بتاخدها بشكل غير قانوني، يعني ده ما يقال في وسائل الاعلام، ما اقدرش برضو اقول انه صح 100%. وفي خزانات وقود اتلقت فعلا على الحدود، لكن احنا في حدود مع غزة ولابد ان يكون في علاقة بيننا وبين حماس كدولة. شكل العلاقة هتكون ازاي؟ يعني كدولة مصرية طبعا، لكن مش يعني حماس في النهاية حركة فلسطينية وليها اجندتها. شكل العلاقة هتكون ازاي؟ وشكل العلاقة مع القضية نفسها الفلسطينية، لأن القضية الفلسطينية ملف أساسي صحيح. بالنسبة للأمن القومي المصري وعلى مدى سنوات طويلة كان لنا دور فاعل فيها صحيح. بالتحديد في مسألة المصالحة ما بين الأطراف الفلسطينية. بالنسبة ازاي كل ده هيتأثر؟ بالنسبة لحماس هناك تأكيدات بأنه مصر الدولة تتعامل بمفهوم الدولة، وبالتالي لن تعاقب حماس بالصورة للإعلام بتاعهم بيحاول يصورها في حركة حماس. مصر دولة ودولة كبيرة ومسؤولة، وفي الآخر القضية الفلسطينية هم مصري قبل أن يكون هم فلسطيني فلسطيني، يعني هذا صحيح. نحن حريصين على هذا بصورة أو بأخرى، لكن المشكلة أن احنا نريد أن نتعامل مع حماس وفق ضوابط الأمن القومي المصري. لا أحد يلومنا كمصريين حينما نقول أن هناك ضوابط للأمن القومي المصري يجب أن تراعى على كل المستويات، ده يزعل حماس غير حماس ما يهمش، احنا امنين القومي فوق راس اي حاجه. فبالتالي احنا بنتكلم في هذه الجزئيه. حماس يجب ان تؤمن ان المعبر لابد ان تكون له ضوابط موضوعه، ومن مصلحه حماس الان في هذا التوقيت انه يبقى في اتفاقيه جديده تضع النقاط فوق الحروف في هذا المعبر. الامر الاخر ان مصر، وهذا ما نقل الى حماس مؤخرا، ان مصر لا تفرض حصارا على الشعب الفلسطيني، الذي يفرض هو اسرائيل وليست مصر، ولكن مصر لاعتبارات كثيره لديها مسؤوليه اخلاقيه، احنا كلنا كمصريين لدينا مسؤوليه اخلاقيه تجاه الشعب الفلسطيني، لكن هذا الشعب الفلسطيني اصبح شعبين وحكومتين وارادتين وادارتين، فكيف تتعاملي معهم؟ مصر في مراحل معينة راعت مشروع المصالحة الفلسطينية، وبذلت الأجهزة الأمنية جهد كبير، وجهاز المخابرات المصرية بذل جهدا يعني بدرجة كبيرة جدا بشهادة الجميع، ومع ذلك يبقى الوضع كما هو عليه ما بين القطاع وما بين رام الله. المشكلة الآن إن حماس زي ما حضرتك أشرتي في أسوأ أوضحها. كيف ستتعامل حماس مع مصر؟ حماس أنا بقول حركة سريعة التعامل مع الموقف بصورة كبيرة، خرجت من سوريا وخرجت من الأردن وتعاملت مع قطر ودخلت مع مصر في علاقة
علاقات ليست مرتبكة ولكنها علاقات مصلحية بصورة كبيرة، مع قطر حيث الدعم المالي، مع الأردن حيث الإقامة للقيادات، مع سوريا حيث كانت القيادات التاريخية لحركة حماس. أيوة بس الإخوان المسلمين يعني زالوا من الحكم في مصر لكن موجودين في كيان، ما زالوا موجودين. جاي بقى لحضرتك البدائل. هم بدأوا نقطة من أول السطر، طووا صفحة الإخوان المسلمين. هتستغربي من هذا الكلام اللي أنا بقوله لحضرتك، تمام؟ من خلال أسبوع ويمكن أكتر بدأت حماس العودة إلى حضن إيران مرة أخرى، وبدأت اتصالات قادتها حركة حماس مع إيران في ومع حزب الله بهدف إعادة البحث عن حليف قوي في المنطقة إلى حين تتكشف الأمور. بعد قليل ستسمعين حوارات ولقاءات بهدف استئناف العلاقات التاريخية الحقيقية ما بين حماس سوريا، وأكرر حماس سوريا حزب طيب. الله مرة أخرى. بماذا تفسر أنه ما زال خطاب حماس حول ما حدث في مصر حتى الآن أنه انقلاب وأنه ضد الشرعية وأنهم يدعمون عودة الرئيس مرسي؟ يعني ما زال الخطاب الإعلامي لكن هذا الخطاب لن يتغير حضرتك. يعني انظري في نطاق الإقليم، حيث حركات جماعات الإخوان المسلمين من أول تركيا للأحزاب في المغرب لتونس لليبيا، هو الحديث واحد ومكرر وخطاب إعلامي مكرر، لن يتغير هذا اللفظ. لكن أنا بتكلم في إطار الاستراتيجية وليس في مجرد الموقف المعلن. الاستراتيجية بتقول لحضرتك أن حركة حماس تبحث عن محور استراتيجي جديد ستسمعين عنه الكثير في الفترة المقبلة، تحرك بسرعة للبحث عن بديل. هذا لا يلوم حركة حماس، وقد فعلته من قبل كثيرا. حينما خرجت من سوريا كان البديل الأردن وقطر، وحينما خرجت من هناك ولم يكن لهم أماكن إقامة. الآن اسألي أين توجد قيادات حماس التي عاشت في مصر عاما كاملا؟ لم يعد لهم وجود، انتقلوا من مصر، ذهبوا إلى مواقع بديلة، لم يعد موقع مكان آمن ليهم. فبالتالي طبعا التسهيلات التي منحت لحركة حماس وحضرتك تعلمينها ليس إعلاما وليس قنوات فضائية ومكاتب مقيمة وما إلى ذلك، يعني تم منحهم تسهيلات كثيرة جدا. أضرت ما بين قوسين بالأمن القومي المصري في كثير من الأمور، وبالتالي علينا أن نتفهم هذا الأمر، علينا أن نتفهم أنه مصر الدولة عليها مراجعة. أنا أعتقد أنه زيارة الرئيس محمود عباس إلى مصر الأيام الأخيرة دي مهمة، زيارة مهمة، أنه القضية الفلسطينية ليست حركة حماس بالضبط، واختزالها في حركة حماس يا أستاذة منى هيضر بالقضية كثيرا، لأنه هو دي مشكلتنا حاليا في الشارع المصري، أن كل الناس واخدة يعني أداء عدائي ناحية اي حاجه ليها علاقه بفلسطين وبالقضيه الفلسطينيه لانها اختزلتها فحماس. صحيح فلسطين ليست حماس بالضبط. وانه الرئيس ابو مازن حينما جاء الى القاهره والتقى مع المسؤولين في مصر، الرئيس عدلي منصور ووزير الخارجيه رئيس الوزراء، كانت رسالته واضحه: أرجوكم أنا محتاج إلى الظهير المصري في مفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. حضرتك تعلمي أنها بعد ساعات من مغادرة القاهرة بدأت المفاوضات في واشنطن، المفاوضات هتقعد 9 أشهر. الإخوة الفلسطينيين في واشنطن محتاجين حضرتك، وفي أمريكا محتاجين الدعم المصري ومحتاجين المفاوض الفلسطيني المصري. وحضرتك تعلمي جيدا أن كثير من السفراء، وإحنا قعدنا سنوات طويلة ندعم المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية فيها فالكارثة أن إحنا لابد أن نتفهم أن الإخوان المسلمين بيتحركوا في نطاق الإقليم الآن، تحركوا في مصر حفاظا. طب هل خسارة هذا المشروع في مصر إلى أي مدى هيأثر على حركة حماس نفسها داخل فلسطين؟ يعني هي كانت يعني تستمد قوتها بشكل أساسي. أنا أعتقد زي ما قلت لحضرتك هيبقى قدامهم 3-4 استراتيجيات وطروحة. بدأوا في استراتيجية التحول إلى حليف بديل، وبقى في ثورة كمان تحت الرماد ابتدت تقوم ضدهم داخل فلسطين، في حركة تمرد صغيرة، في حركة تمرد صغيرة في شرارة كده، إن هم كمان عايزين يتمردوا على فكرة الشعوب. شوفي حضرتك من المشروع الإسلامي من خلال حركة حماس، وبعدين هتتم مراجعة إسلامية لكل الأدبيات المطروحة لجماعة الإخوان المسلمين وغيرهم. البعض يظن أنه لن تتم مراجعات، لكن هتتم مراجعة حقيقية، لأنه يبدو فيما يبدو أن المراجعة التي تمت لتاريخ الجماعات الإسلامية بما فيها الإخوان كان فيها نوع من أنصاف الحلول وأشباه الخيارات، فيها موائمات كثيرة، أنصاف الحلول وأشباه الخيارات بهدف أنا في تقديري في مراحل معينة لإقامة علاقة مع الدولة. مراجعات الإمام فضل إمامهم فضل في مراحل معينة، لو تقرأ المراجعات وخروج جيل الأباء المؤسسين لفكر الجماعات في مراحل معينة منعكس بما يحدث الآن يا أستاذة منى. الذين تصدرون المشهد هو الجيل الأول من هذه الجماعات اللي كان ليه مراحل معينة علاقة مع الدولة في التسعينات. وحضرتك تذكري هذه الجماعات روعت مصر في التسعينات بنتيجة أعمال العنف والإرهاب في مصر. صحيح. وأنا أعتقد في الحالتين، في حالة مصر التسعينات والآن،
مصر دولة قوية وتملك أجهزة قوية وأجهزة راسخة على الأرض تستطيع أن تتعامل مع مهدئات الأمن القومي مش في إسرائيل وقطاع غزة. وهذا ما يجب أن يدركه الجميع يا جماعة، أن مصر دولة قوية لديها الإمكانيات والقدرات لفرض الهيبة والتعامل مع مهددات الأمن القومي في نطاق الإقليم. وتبقى القضية الفلسطينية قضية أساسية طبعا، وملف رئيسي موجود على الأجندة المصرية، محاور السياسة الخارجية المصرية. لكن يمكن معادلته هتختلف تماما بعد ما يعني زال حكم الإسلامي صحيح. في مصر صحيح. يعني اعتقد ان احنا كده غطينا كل النقاط، واشكرك شكرا جزيلا لحضرتك استاذ عمر. دكتور طارق فهمي رئيس وحده الدراسات الاسرائيليه بالمركز القومي لدراسات الشرق الاوسط واستاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره، شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا ليك. مشاهدينا دي كانت محاورنا واطلالتنا النهارده على ابرز المستجدات في المشهد السياسي المصري. بكره هيكون لينا اكيد لقاءات اخرى عديده حول المعطيات الجديده اللي هتظهر في الصوره، واكيد هتكون موجوده معاكم بشكل او باخر وتنوعاتها وتاثيراتها على الواقع. القاكم بكره الدكتور محمد سعيد محفوظ، وقبله ان شاء الله علي البهنساوي، وكل ده هيكون من 12 ل 5 مساء. الى اللقاء.